اليوم راح نشارك في المسابقة راح نكون من الصابرين. بسم الله نبدأ بالمقادير. عندنا محبس بيض، عندنا كاس سكر كلاسي، قرصة ملح، عندنا قرصتين رباني، عندنا خميرة حلويات، عندنا لاخرين، عندنا زبدة. بسم الله دوكا نبداو. نبداو بالبيض، جيبو الفرشاة حطو شوية، نديرو السكر كلاسي، كاس سكر كلاسي، خلطو شوية، خلطو مليح، من بعد نزيدولو قرصة ملح، هكذا قرصة ملح. نزيدو له ملعقة صغيرة طبعاً، خلطوها خلط مليح، خلطو مليح، نزيدو زبدة، نزيدو زبدة، ديرو 250 غرام زبدة، نحضرو، وبعدين حضرو، نحضرو كامل الزبدة. زيدو نحو روشيت، خلطو بيدينا، خلطونا مليح، خلط الزبدة مع البيض، سكر كلاسي، قرص ملح، ولاباني، نذوبو مليح هاد الزبدة، هكذا. خلطو هكذا مليح مليح. هكذا حتى تتجمد مع بعضها، هكذا خلطوها مليح، هكذا خلطوها مليح، هكذا خلطوها مليح حتى يذوب لنا كامل الزبدة. ونزيدو دوكا لافارين، خميرة الحلويات، هكذا، هكذا، ودوكا نديرو لافارين وخميرة الحلويات، نصيروهم، هكذا، دوكا معليش. تكون عجينة طرية، ديرو قرصة خميرة الحلويات خاطش هذا صابلي، صابلي هذا لازم قرصة خميرة الحلويات باش ميتخسرلناش شكلو، هادو هادي هكذا. نخلطوها مليح، هكذا، نزيدو لها لافارين. نشرب شوية هكذا، هكذا،
غيروها. هكذا ضموها هذه جنس صابلي، ما نعجنوهاش ما نعجنوهاش. ندخل مليح الآخرين. ندخل هذه الآخرين تحت. راني لميتها هذه الصابلي، ما هذه الصابلي ما نعجنوهاش، دوك نخلوها تريح شوية. نخلوها تريح شوية من بعد نعاودو نرجعو ليها نطبعوها. هكذا دوكا نخليها تريح واحد شويه، هذا واحد 5 دقائق ونعاود نرجع لكم نوريكم كيف نطبعوها. ها هي العجينه تاعنا، خليتها تريح شويه وحطيتها لهنا درت من نصبر. دوك نزيدو هكذا ونحلوها، نحلوها شويه خشي نقطعها نشحن نديرو حبه الخضره. هكذا نحلوها هكا خش فيها قرصة تاع اللبس ما يطلع لنا شوية برك. بغيت الطابع نطبع بالقمح وهذا كندور نوريلكم كيفاش. نحضر العجينة هكذا راني نحط فيهم في السنينة. دوكا انا هادو نديرهم يطيبو يطيبو على الكملة، نديرهم يطيبو على درجة 100 درجة أو 180 درجة، نديروها واحد 5 دقايق ولا حتى طيب لنا، ما نطيبوش بزاف حتى باش ما تيكسلناش. نرجعو على الكار هكذا نحطها في الفرن. طيب انا نفتح دوك زيت حبه باش نوريكم. دوكا نخليها هذه دوكا طيب، وما دوكا نروحو للشيكولا باش نديروها. انا دوكا رجعنا للشيكولا باش نديروها. دوكا انا درت شويه شيكولا لهنا، دوكا نمشيها شويه هكذا هكذا نديروها. انا نبغي ندير لها 3 طبقات باش ما تكسرليش. هذا الريشه حنديرها للقلب، وهذا البوبون حنديرو نديرو للدوره. تيزي شابر ديكور، تيزي شابر ديكور. هكذا انا دوكا حطيتو فيها حطيتو في البوبون وفي الريشه، دوك نحطو في الثلاجه يجمد لي، نحطو في الثلاجه يجمد لي، ومن بعد نزيد الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه باش ما يتكسرليش وما يخش كلاش بعد. دوكا رجعنا للحشوه، حنديروها هذيك الريشه والبوبون. دوكا باش نبداو بالحشوه، بسم الله. عندنا حلوة الترك وعندنا المعجون تاع الفريزه، كل واحد يرجع المعجون اللي بغيت. دوكا نديرو شويه حلوة الترك، نديرو هكذا شويه حلوة الترك، شويه معجون، شويه هكذا. هكذا نديروها
هاو الحشو تاعنا دوكا راهو مليح، شوفو كيفا راهو. دوكا نروحو للشكل النهائي للصابلي. هاو الشكل النهائي تاع الصابلي. ونشكر بزاف قناة سميرة على هذه المسابقة، ولكم مع السلامة.